ورجعنا لكم ولسه مكملين معاكم فقرات برنامج مطبخ البلد. ناس كتير قوي بقوا بيدخنوا بطريقة يعني صعبة جدا، وناس أكتر نفسهم يبطلوا تدخين. طيب الشخص اللي بيدخن وبيدخن بقاله سنين كتير ده مناعته عاملة ازاي؟ حتى لو بعد كده في ناس بدأت تاخد بدائل، يعني أنا مش هتكلم عن موضوع البدائل لأن البدائل كتير قوي، بس لو بنتكلم النهاردة عن مناعة شخص مدخن بقاله سنين كتير قوي شكل مناعته عاملة ازاي، وإيه مدى أهمية تناول منتج فيتامينز أو مكمل غذائي زي كلوسيز. منورني ومشرفني النهاردة الدكتور مصطفى حامد، استشاري أمراض الصدر والبطنة والمستشار الطبي لشركة AMD. ازيك يا دكتور؟ ندى اخبارك ايه؟ موضوع التدخين ده يعني استشرى ده بهدل الدنيا اكيد، اخد ممثل يعني فئه كبيره جدا جدا من المجتمع، مع ان هو عاده سيئه ولكن بتنتشر خصوصا وسط الشباب الصغيرين دلوقتي بطريقه عنيفه قوي. ولكن انت ذكرت كلمه مناعه مع التدخين، كلوسيز مع التدخين، فيتامين الف ودال واوميجا 3 مع التدخين، ايه فائدته؟ وهل المناعه انا بقول لك ان انا خايف عليك من البرد، التهاب الجيوب الانفيه، التهابات شعبيه مزمنه تصل الى بعد كده الحاجات زي السي او بي دي وحاجات زي كده اللي فشل في الرئه بمعنى صح؟ لا، ده انا كمان مش بقول لك المناعه او الكلوسيز يفيدك في النقطه دي او الفيتامينات اللي بنتكلم عليها تفيدك، لا، ده هي كمان الخلايا السرطانيه. كلنا عارفين ان اكثر العوامل مساعده لحدوث سرطان الرئه هو التدخين، لا جدال ولا خلاف في هذه النقطة. وكلمة مناعة مش ضد بكتيريا وفيروس بس، هي مناعة كمان ضد خلايا سرطانية. فلما نيجي نقول إن إحنا محتاجين، أنت كمدخن ربنا يعافي عنك وتقللها وتمنحها أو تقللها، ولكن أنت محتاج حاجة تساعد جسمك، لأن كل ما بتدخن كل ما في تحور الخلايا نفسها يبقى فيها حاجة غريبة، يعني بمعنى صح بتخرج عن النظام الطبيعي اللي ربنا خلقه لها في التكاثر بتاعها. طيب هيفيدني الكلوسيز في ايه في النقطه دي؟ الكلوسيز بيحتوي على فيتامين الف وبيحتوي على الاوميجا 3، الاثنين دول مع بعض كمضاد اكسده كفيتامين الف وكاوميجا 3 احماض امينيه هي مسؤوله عن تكاثر الخلايا. يعني فرض ما ان الخليه عايزه تتجن وعايزه تبدا تتكاثر بطريقه غير منتظمه عشان فيما بعد تتحول لخليه غير حميده. أوكي. طيب الأحماض الأمينية هتعمل لها إيه؟ الأحماض الأمينية بتقتلها في الحال. عشان كده إحنا قلنا دايماً إن الكلوسيز في النقطة اللي زي دي هيفيد في بداية ظهور أي خلية ممكن تقول إنها تبقى خلية سرطانية أو خلية مش كويسة بعد كده. إحنا بنتكلم عن سرطان الرئة؟ ممتاز. أوكي. دي نقطة، النقطة التانية كل مدخن موافقني معايا إن بيحصل إن دايماً يقول لك أول ما بصحى الصبح في كحة بكحها وبلغم بيخرج مني، لا ده كحة السجاير والبلغم بتاع السجاير. انا انت ما عندك حق، بس اوريدي وجود البلغم وده شيء طبيعي لانك انت بتدخن، معناه فهو ده معناه ان ده في مخاط، معناه ان في نمو بكتيريا ممكن يحصل. معناه ان ممكن في الاوقات زي اختلاف الفصول، انا ابني بيروح مدرسه، بنتي بتروح الجامعه، الكلام ده كله بيرجعوا لي بفيروسات وبكتيريا. هم قادرين ممكن يقاوموا مع العلم ان الكلوسيز ليهم مهم جدا، حلو، وليك انت اهم، لكن هو هينقل لي زي الكورونا ما كانت بتحصل، بخرج بره بدخل لبيتي باجي انقل لهم الكورونا على هدومي من النفس بتاعي، وممكن ما اكونش انا مصاب خالص ولكن انقله لحد تاني. كل ده الكلوسيز هينفعني؟ لان انت مدخن، انت على راسك بطحه، لازم تبقى عارف كده. طيب خلينا نقول ان هو بارادته القويه قال انا هبطل تدخين. كم من ناس بتجيلي بعد سنه وتكون بطلت تدخين وترجع له تاني؟ طب هي بترجع له تاني ليه؟ وبترجع بشراهه. وبترجع بشراهه. طب ليه؟ نيجي نسال السؤال ده، بنلاحظ ان المدخن اول ما بيجي يقلع التدخين في اراده قويه عنده، ولكن بتهاجمه في مشكله، بيقول لك انا حاسس ان نفسي تعبان، لا ده انا بصحى بالليل وبقريف، انا برضو في بلغم كتير، وانا رحت حتى الصيدليه وجبت مذيب للبلغم وباخده. ما هو برضو ده مش كفايه. خلي بالك في نقطتين، النقطة الأولانية إن أنت محتاج فيتامين ألف ودال وأوميجا 3 عشان أنت عندك في التهاب موجود في الرئة، التهاب مزمن، الأوميجا 3 وفيتامين دال في النقطة دي مهمين قوي إن هما بيقللوا الالتهاب عندك وبيدوك مناعة للجهاز التنفسي عندك، فبالتالي بتحس بفرق اللي أنت عايزه نتيجة إنك وقفت التدخين. طب والنقطة الثانية لازم تتأكد تماما إنك خرجت من التدخين إن أنت عندك معدة ملتهبة، ولابد إنك تاخد
حاجه لجدار المعده عشان تقدر تعالجها. ودي نصيحه مني ليك الاثنين دول مع بعض. احنا مش بنقول كولوسيز بس، لا احنا بنقول كولوسيز مع برضه حاجه لجدار المعده، لان غالبا انك انت هتقع الكحه مش هتبطل، غالبا في بلغم هيخرج، غالبا ان في التهاب مزمن في المعده نتيجه التدخين لسنوات طويله. عايز اعرف حاجه، لو قدامنا شخصين، واحد بيبطل تدخين وبيستخدم كولوسيز، وشخص اخر بيبطل تدخين وما بيستخدمش كولوسيز، اعراض انسحاب بقى، احنا بنتكلم هنا عن اعراض انسحاب قطران ونكوتين من الجسم، ايه الفرق عند الاثنين؟ الفرق ذات نفسه في المعيشه، يعني ايه؟ يعني انا دلوقتي انا اوريدي بطلت تدخين، وده بطل تدخين، وده ورا شغل وده ورا شغل، وده ورا حياته بيقدر ملتزم بيها، ولكن ده هيقعد قاعد مرتاح من حيث ايه؟ من حيث رقم واحد اني انا ما بتجيليش نزلات برد كتيره، فبالتالي كحه كتيره، فبالتالي هقريف. خلي بالك هو التدخين مرتبط بالحاله المزاجيه. طيب هل فيتامين د واوميجا 3 مرتبطين بالحاله المزاجيه؟ اه ده مرتبطين جدا بالحاله المزاجيه، بل ان هم شوفي بيضطروا ان هم بيدخلوا في حالات التوتر العصبي، في حالات المود اللي مش كويس. يعني انا بفرض ما نازل وعندي اكتئاب، تعرفي انه بيدخل في حالات الاكتئاب اوريدي، ان انا لو في بعض الناس الزملاء النفسيه والعصبيه بيجي يقول لك لا انا لازم محتاج مكمل غذائي بجانب العلاج بتاعي. فبيضطر انه يحتاج ايه؟ حاجه زي ايه؟ فيتامين ا ود اوميجا 3 اللي هو الكولوسيز. ليه؟ بيحسن مود الشخص. انا مبطل تدخين اوريدي، كنت باخد نيكوتين من السجاير، طيب النيكوتين ده انا منعته، وبالتالي برضو الغده النخاميه المسؤوله عن افراز النيكوتين الطبيعي في جسمنا هي اوريدي خدت اجازه، لانك بتشرب سجاير وشغلت تديها نيكوتين، فبالتالي انت هتحس بأريافه غير عاديه. انت بتدخل لها يوميا نيكوتين بنسب عاليه جدا. مظبوط، غير النسب اللي جسمنا اوريدي بياخدها. ولكن في النقطه اللي زي دي الفيتامين د والاوميجا 3 الموجودين في الكولوسيز هيقدروا يساعدك انك تجتاز. بلس حاجه مهمه جدا ارادتك، عشان محدش لا خلاف على النقطه دي، بس انت بتاخد عوامل مساعده تقدر تساعدك على انك تبطل العاده السيئه اللي هي نهايتها مش ظريفه. الجرعه تقريبا قد ايه للشخص البالغ اللي بيتعافى من التدخين؟ شوفي احنا بالنسبه لنا بنقول من كبسولتين لثلاث كبسولات. طب فرض ما ابني او بنتي او اخويا دول ما مش مدخنين، ولكن انا باخده برضه عشان خاطر نمو المناعه عندي، فبقول له خد كبسولتين في اليوم. طيب نيجي للشخص الثاني اللي هو المدخن اللي هو مبطل، لا انا اقول له خد ثلاث كبسولات في اليوم. طب ليه؟ لان انا محتاج فيتامين د واوميجا 3 تبقى الاحتياج اليومي بتاعي اقدر اخده منهم. طيب استمر عليه قد ايه؟ سيدي الفاضل انا بقول لك الاحتياج اليومي، يعني انت محتاج الجرعه دي كل يوم، يعني استمر عليها لان وقايه قبل ما يكون علاج. فدي نقطه لازم نخلي بالنا منها كويس قوي. السيدات الحوامل بقى، اه الست الحامل حتى لو ما بتدخنش، وطبعا طبيعي يعني ست حامل هي بتمنع تدخين، ده طبعا ده الاساس، بس هي اكيد بتدخن تدخين سلبي، لان هي لو جوزها بيدخن معاها في البيت اذا هي بتشم برضه وبتتعرض. اكيد طبعا نيجاتيف طبعا. ازاي ممكن تستفيد من منتج زي كلوسيز وهي بتدخن تدخين سلبي؟ طيب بص هقول لحضرتك حاجه، احنا اتفقنا ان الكلوسيز هو وقائي وعلاجي. علاجي ازاي؟ ان لو في اي التهابات مزمنه نتيجه حصل انسداد في الممرات الهوائيه عندنا، اذا كان جيوب انفيه او القصب الهوائيه او الشعب الهوائيه او الكلام ده كله، فبالتالي هو هيقلل افراز البلغم، هيقلل الكحه. وخلي بالك الحزم وحش جدا جدا للسيدات الحوامل من اول شهر لاخر شهر. اللي هي بتعملها وهي بتكح يعني؟ طبعا الحزق ده معناه الكحه، فبالتالي ده غلط جدا جدا، لانه ممكن يعمل انفصام في المشيمه بتاعت الطفل نفسه، ممكن يخلي فيه دم نزول دم، وحاجات كتير جدا يمكن دكاتره النساء ادرى مني في النقطه اللي زي دي. ولكن انت محتاجه الوقايه يا جماعه، انا مش محتاج ابقى مدخن عشان اخد الكولوسيز، مش محتاج ابطل التدخين عشان اخد كولوسيز، كل الكلام ده احنا مقدر متاح معانا. دكتور مصطفى شرفتنا ونورتنا. لحد هنا للأسف بتخلص فقرتنا وكمان بتخلص حلقتنا، بس خلينا ننوه ان منتج كولوسيز مصرح من وزارة الصحة وكمان متاح في كل صيدليات مصر. باي باي يا زبادي.